الفنانين باش باش يقدر دائما نهار لينا هو سي محمد بوفوز مالك القلوب مالك القلوب عمل خدمناه بحب خدمناه ب... بواحد الرغبة كبيرة بزاف باش الحمد لله وصلنا لهذا النتيجة هذه الفكرة وإنتاج وإشراف عصام وشما الفكرة جاتني بعد ما خدمنا ولد الصحراء أنا ومحمد عطيف وينات علاش ما نخدموش الأغنية الحسانية باش نخدموا الأغنية الحسانية قلنا أجينا علاش ما نبداوش وتكون بشرة خير لنا هي أغنية حسانية اللي نهديوها لسيدنا الله ينصره بمناسبة عيد الشباب المجيد أه الأغنية أه كلمات محمد عطيف أه كلمات حميد عطيف أه أه الحان محمد عطيف اخراج ايوب ممكني توزيع طريق جليب شارك مع ماسترينغ ميكس ايوب عمراتي أه الاغنيه الحمد لله عندنا بغينا نفكروا فيها لقينا خصنا اغنيه عاديه نو no. غنديروا شي حاجه خصها تكون زوينه هي جاتني الفكره ديال الملحمه وتكون ملحمه صحراويه 100% هي فكرنا في في لي زارتيس مشينا قلبنا على اللوكلز ديالهم اللي معروفين وعندهم قيمه كبيره عندهم في الصحراء مثل خليج السياح مباركه بالعيد مصطفى وجهنا اليوم لهم عطيناهم الفكره تحمسوا لها بزاف الحمد لله أه خدمناها توزعات اغنيه زوينه ان شاء الله انتم غتسمعوها دابا وتشوفوا الراي ديالكم كي التصوير كان في العيون واحد الجو عائلي ما سخيناش في الاخرات اللي تغناش يبداو مشاكل وصعوبات منهم في الاخر كلشي تيتباكى وكلشي مابغاش يتفارق آه الحمد لله العمل زوين نتمنوا هذا العمل ما يوقفش هنا الحلم ديالي انني دي ندير اعمال اخرى هذه غير كما قلت بشرة خير آه نبداو باغنيه لسيدنا الله ينصرو بمناسبه عيد شباب مجيد ومن بعد كاينين افكار وكاينين يعني مشاريع مع فنانين صحراويين لا في الشباب ولا في الناس السينيورز ولكن الفكره ديالي اكثر أن يعني نشوف الشباب الصحراوي اللي هو المستقبل ديال غدا اللي عنده مواهب كثيره مي خاصو غير واحد اليد المساعده انه فين يخرج هذيك المواهب دي ملحن عمل ملك القلوب اللي هو من كلمات حميد عاطف وانتاج عصام موش اخراج ايوب مكني توزيع طارق الحجيلي عمل فيه بزاف ديال القلوب لانه عمل من القلب وموجهين القلب سيدنا جلالة الملك نصره الله نتمنى إن شاء الله يلحق له ويزيان عنده بإذن الله احنا بالنسبة لنا ملك القلوب هو ثاني عمل وطني يعني هذا هذا برهان اكيد على انه ما غاديش يكون ان شاء الله الاخير دائما في ما غادي نلقاو الفرصه باش نشاركوا وطنيتنا مع الجمهور وباش نشاركوا حبنا لبلادنا وحبنا لملكنا فرحنا غادي ان شاء الله نديروها اجواء التصوير كانت زوينه بزاف صورنا في العيون صورنا في الصحراء صورنا في الاجواء الصحراويه وانا كنموت على الصحراء سو دائما واخا تكون تما الصحراء كتزيان عندي وهي رساله واضحه جدا هو انه الفن ديالي هو رساله كنهديها من القلب كنتمنى ان شاء الله توصل للقلب